من الجزائر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: الأخت بانون سالم تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة العمل في المؤسسات التي فيها اختلاط لكن مع كثرة النساء؟ لا يجوز للمرأة أن تعمل في المكان الذي يحصل فيه اختلاط بالرجال، لما في ذلك من الفتنة والشرور. ولو كثرت النساء، ما دام فيه رجال ولو رجل واحد يختلط بهن، فإن هذا محرم، والواجب على النساء تجنب، وكذلك الرجال. الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يعتزلوا مواطن الفتنة ومواطن الاختلاط، لما في ذلك من الشرور العظيمة. وهذا وسيلة إلى الوقوع في الحرام، التساهل، الحجاب، وشرور كثيرة. نعم.